في العاشر من أكتوبر من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، وإحنا كشعوب وكناس مثقفة عندنا استجمة، عندنا وصمة عار لازم نكسرها ولازم نتخطى وصم العار هذا ونعرف ماهية وأهمية الصحة النفسية. لذلك اليوم راح يكون عندنا لقاء خاص ومتخصص عن ماهية الصحة النفسية، وراح نتكلم عن أهمية هذا الموضوع في حياة كل شخص عايش على هذه المستديرة. فعلا الصحة النفسية تأثر علينا يعني تأثير جدا كبير، أدائنا في عملنا، في بيتنا، علاقاتنا الاجتماعية وغيرها. اليوم العالمي للصحة النفسية بالتأكيد كان لابد يكون لنا هذا اللقاء في هذا اليوم المميز مع الأستاذ أنوار يعقوب الشلال، اختصاصي العلاج النفسي واستشارية أسرية وتربوية. صباح الخير. صباح النور. صباحك إيجابية إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. صباح كل شيء حلو في حياتنا. كل شيء حلو إن شاء الله. فعلا الصحة النفسية، وهذا يبين حتى الإنسان من تعامله مع الآخرين مدى ارتياحه، مدى تقبل الكثير من الحياة وكثير من الأمور اللي تمر علينا في حياتنا اليومية. لكن خلينا نروح لأول سؤال، اللي هو طبعا أهمية أن يكون في يوم عالمي للصحة النفسية. أول شيء مفهوم الصحة النفسية أو أن الإنسان يحتفل سنويا أو يكون في يوم مخصص للصحة النفسية هذا شيء ضروري، لأن الإنسان يحتاج بين وقت ووقت زيادة وعي بأنه يفهم الأحداث اللي تمر عليه والضغوط اللي تمر عليه هل تؤثر على جودة حياته ولا لا. صحيح. فاليوم العالمي للصحة النفسية أساسا هو تذكير لنا كلنا علشان إحنا نفهم هل إحنا قاعد نعيش جودة حياة ولا قاعد نعيش ضغوط، قاعد نعيش قلق، عندنا أعراض، قاعد نعاني من شيء معين. لذلك في 10 أكتوبر من كل سنة إحنا كمعالجين أو كمتخصصين نحرص على أن نقدم مثلا برامج إعلامية أو عن طريق السوشيال ميديا أن نحط بهذا اليوم ثقافة عامة عن أنواع الاضطرابات، أنواع الأعراض اللي ممكن تصير عند الشخص علشان يفهم شنو هو اللي قاعد يحس فيه، لأن أغلب الناس ما يكون عندها دراية في الأعراض اللي تمر عليها هل هي عادية مو عادية، قاعد تأثر علي ما قاعد تأثر علي. فاليوم هذا بالذات يصير فيه دافع حلو إحنا كمعالجين ننشر هذه الثقافة. نعم. جميل. أستاذ أنوار، شو الفرق بين المرض النفسي والاضطراب النفسي؟ الناس تخلط وايد. بالضبط. هناك مرض نفسي وهناك اضطراب نفسي. بالضبط. شوف، هو المرض والاضطراب كمسمى احنا باللغة العربية ترجمة يكون اضطراب او مرض، ولكن اذا احنا بنعرف الفرق بين المرض العقلي الذهاني وبين الاضطرابات النفسية في الحالات المزاجية، يعني شنو؟ يعني هناك نوعين من الامراض او الاضطرابات، اللي هي اضطراب ذهاني عقلي بحيث ان الانسان يكون عنده هلاوس سمعية او هلاوس مرئيه انه يشوف اشياء مو موجوده بالواقع، فهني الشخص يكون منفصل عن الواقع وما يدري انه مريض نفسي، ما يدري انه عنده دهان او مرض فصام او ثنائي القطب او الامراض اللي تحتاج تدخل دوائي تحتاج تدخل دوائي على طول طبيب نفسي. ليش الطبيب؟ لانه راح يصرف ادويه تخفف عليه هذا الربكة أو عدم الإدراك الواقعي لحياته، بحيث أنه يتوهم أو يشوف أشياء غير حقيقية. هذا المرض العقلي. لكن لما نتكلم عن الاضطرابات النفسية، في اضطرابات نفسية وفي اضطرابات شخصية. الاضطرابات النفسية اللي احنا نتكلم عنها اللي هي مرتبطة بالحالة المزاجية، لما يقول واحد أن أنا عندي قلق عام، أو لما يقول أنا عندي قلق اجتماعي، إنزين، أو لما يقول أنا عندي فوبيا أو وسواس قهري OCD. إذا كل هذه تندرج تحت الاضطرابات النفسية. اضطرابات الشخصية أيضا هي مثلا لما نقول شخصية نرجسية، الشخصية الفصامية، الشخصية مثلا السلبية العدوانية، شخصية مثلا الشكاكة. إذا إحنا قاعد نتكلم عن اضطرابات اللي هي الشخصية. إذا منو اللي يحتاج تدخل دوائي مع طبيب؟ هي الأمراض الذهانية، لأنه ما يعرف أنه هو مريض، ما يدري أصلا، ما يحس بنفسه. لا، لازم مرافق ولازم تحويل للطب النفسي لأنه هو خطر على نفسه وعلى اللي حواليه. أوه. هذا ذهاني. نعم. ولكن إحنا لما نتكلم عن القلق هو يعتبر اضطراب ممكن علاجه وممكن حتى نتجاوزه أو التكيف معه. نعم. نقطة جميلة. يعني نتكلم اليوم إحنا عن اليوم العالمي للصحة النفسية، يفترض أن يكون في توعية كبيرة في المجتمعات عن مدى أهمية الصحة النفسية وتأثيرها مثل ما ذكرتي أستاذة على جودة الحياة. لكن إحنا ما نقدر ننفصل عن الواقع، الظروف المحيطة فينا، الأمور اللي قاعدة تصير في العالم، عالم عربي وغيرها من هذه الأمور والمشاكل، قد يحوش الإنسان نوع من الأحباط، من ثم تشوفين في بعض المشاكل النفسية اللي بدأت تظهر عليه. شو نقدر هو يتحكم
في هذه الأمور، المؤثرات الخارجية اللي ما يقدر هو أصلا يتحكم فيها. إيه؟ سؤال وايد حلو، لأن إحنا لازم نفرق بين أن قدرتي أنا كإنسان على مواجهة الضغوط في الحياة والمواقف، هذه هو الصحة النفسية والسواء النفسي. عدم قدرتي على التكيف ولا مواجهة المواقف في الحياة، أنا عندي مشكلة في الاضطراب، عندي اضطراب نفسي. نعم. يعني إحنا شلون نعرف الشخص السوي من الغير سوي؟ الذي يتأثر يومه وحياته وصحته النفسية والجسدية بالمواقف المحيطة واللي تقابله في الحياة أو الأحداث أو الأخبار، هني ممكن إحنا نشخصه على حسب الحالة اللي هو يمر فيها. بس مو بشكل لحظي، يعني مثلاً هذه الأمور لما نشوفها أحيانًا الواحد يتأثر فيها بيوم وليلة. أي. هو تراكمات وتدرج. وإحنا كمعالجين نعرف شدة الاضطراب، يعني هل هو اكتئاب بسيط شديد، قلق بسيط متوسط شديد، على حسب هو الأعراض اللي تمر فيها وعلى حسب تأثر حياته. فلما تقولي لي مثلا شلون ما تأثر علينا الضغوط الحياتية، أرد أقول لك أن الظروف الحياتية تمر علينا كلنا، صح. بس الفرق بيننا كيف أن إحنا ندركها وكيف نتعامل معها بدون ما تهزمنا. الله، هذا الفرق، انك شلون تسلح نفسك وتقوي نفسك فكريا ومشاعريا وسلوكا، بحيث انك انت لما تواجه المواقف الحياتيه اللي ممكن تتعرضين لها وانا اتعرض لها واستاذي يتعرض لها، بحيث ان انا لما اواجهها لكن انا قادره اواجهها بطريقه معينه، بفكره مو سلبيه كارثيه، بفكره مو انهزاميه، بفكره مو تهويل وتضخيم الأمر، بفكرة ما تكون متجهة لذاتي بأني أنا أجلد ذاتي عليها. إنزين، هذه كلها أمور أنا شلون قاعد أستقبل الحدث؟ صح. الله. أنا بأسوي كذي، بأخذ شغلة من صلب المجتمع. هناك بعض الشخصيات الله يعينها على نفسها. أنت عولتي على موضوع وايد مهم أستاذة أنوار، الإنسان اللي يهول إنزين ويسوي أوفر دراما بالظروف المحيطة فيه. فتلاحظين هناك بعض الشخصيات عندنا في المجتمع دائما مثل ما نقول إحنا يسوي الحبة قبة، إنزين، ويعيش في صراع مع نفسه وينشر هذا الصراع حق الناس اللي حوالينا، يهول بكل موضوع، يبالغ بكل موضوع، يفهم بكل موضوع. هذه الشخصيات متعبة، شلون يتم حل خلينا نقول مشكلة هذه الشخصية وشلون إحنا نتعامل وياها؟ تدري إن هذه من أسهل الفنيات العلاجية نستخدمها معه. أنا أقول لك شلون، إحنا عندنا نص العلاج بالوعي. حلو إن الإنسان يكون موقن عند هذه المشكلة. اعترف إن أنا عندي مشكلة التهويل. إنزين، الوعي بالمشكلة والاعتراف فيه هذا نص العلاج. النص الثاني شنو؟ إني أنا أفهم ليش قاعد أضخم وأهول الأمور. هذه عبارة عن تشوهات يسمونها في علم النفس تشوهات معرفية أو تشوهات الإدراكية. بحيث إن الإنسان يتبنى نوع معين من الأفكار اللي تخليه يتفاعل مع المواقف بطريقة كارثية. صح. منها التهويل أو العكس، التهوين، إني أنا أصير كيرلس لدرجة إني أنا ما أحل الأمور وخليها تتراكم، يعني غير مبالي مثلا، غير المبالي، أو التهويل المبالغة. وفي طريقة التعميم أيضا، هي تقريبا يعني عدد كبير من التشوهات المعرفية اللي إحنا نكتشفها في العلاج في الجلسات ونعالجها. يتم معالجتها طبعا، وهذه من أسهل الأمور اللي إحنا ممكن نعالجها. ليش؟ لأن العلاج المعرفي السلوكي اللي إحنا نطبقه كفنية علاجية، نشتغل على الأفكار هذه بحيث أن نوعي العميل فيها، ومن ثم نعلمه شنو الصحيح، بحيث أن هذا الموقف شلون تدركه بواقعيته بحجمه الطبيعي، وشون أنت تدور على حلول، وشون تتقبله ما ترفضه أو ما تخاف منه. نعم نعم، في جزئية وايد مهمة. إحنا الأمراض العضوية الواضحة مثلا ممكن إنفلونزا وغيرها نقول هذا الشخص ممكن يعدي هالإنسان. صح. هذا الأمراض والاضطرابات النفسية تحديدا، هل ممكن تنتقل من شخص إلى آخر كون الإنسان عنده هذه المشاعر ويتأثر ويأثر؟ تقعد مع إنسان يعني وهو شخص شريك في حياته أو أخته أو شخص مقرب جدا له، دائما لازم هالإنسان ممكن أيضا تحوشه هذه العدوى، يحس بنفس مشاعره أو يصير عنده نفس المشكلة النفسية؟ شو إحنا ما نقدر نقول إن هي تعدي، لأن ما في، هي مو فيروس. الأمراض النفسية أو الاضطرابات المزاجية اللي إحنا نتكلم عنها، قلق، اكتئاب، وسواس قهري، هي مو يعني شيء فيروسي أو بكتيري إنه هو يعدي. ولكن أنا دائما أقول اللي حواليه مريض هو يتأثر نفسيا، سواء أم كانت عندها اكتئاب أو قلق أو وسواس قهري، عيالها يتأثرون. صح. سواء زوجة هي مريضة، زوجها راح يتأثر نفسيا. شلون يكون الأثر؟ مو نفس الأعراض.
يعني خلينا نقول مثلا اذا شخص عنده قلق او قلق اجتماعي، انزين القلق الاجتماعي اللي يخليه يدخل في عزله ويتجنب الاماكن مثلا زيارات الدواوين الامور، عياله راح يتاثرون نفسيا واجتماعيا. ليش؟ لانهم قاعد يدفعون فاتوره شنو؟ اضطراب ابوهم. اذا يتاثرون، مو ما يتاثرون، ولكن يتاثرون بطريقه جانبيه ما تعتبر عدوى كثر ما تعتبر تاثر في البيئه المحيطه، في البيئه المحيطه، في الحياه، في الاثر النفسي. ومو بس كذي، احيانا الناس لما يكون عندهم اضطرابات مؤثره على سير حياه الاسره، يعني مثلا الشخصيه الشكاكه هذه شخصيه كارثيه، الشخصيه القلقه اللي تكون تخاف من كل شيء ممكن تخلق عند الابناء ضعف بالشخصيه، خوف لان من كثر الاوامر والخوف دير بالك لا توسخ لا تطيح لا صح. طول الوقت هم هي مسويت لهم جو القلق، هذا الشخصيه اساسا راح يطلع اعتماديه، خوافه، اتكاليه، ومو بس كذي راح يكون عديم ثقه في نفسه طبعا، تقديره الذاتي منخفض، وكله خايف انه هو يحاسب وينتقد، اذا يتاثر. هذا بالجانب التاثر. في جانب ثاني مهم وهذا علمي، يعني جيني وراثي، اللي هو انه في اضطرابات تنتقل بالوراثه جينيه، مثل ما احنا نورث لون الجلد ولون الشعر ولون العين، عدسه العين، ايضا احنا عندنا سمات وراثيه او عندنا امراض وراثيه نفسيه. مثل شنو استاذ انوار؟ يعني مثل الفصام مرض وراثي ينتقل عن طريق الجينات، هو موجود اساسا بالجين. وفجاه ممكن يكون عند الانسان او بصدمات معينه او يعني بعادات ادمانيه او مشكلة يظهر إيه؟ ايضا الاكتئاب يكون وراثي، القلق وراثي، لكن استعداد الشخص ونمط حياته يحمي، اوكي، والتدخل المبكر ينقذه، لان في كبار سن، يعني انا شفت من المراجعين عندي القى ان شباب بالعشرينات والثلاثينات تدخلوا مبكر في علاج القلق والاكتئاب، حياتهم صارت من اروع ما يكون. صحيح. لكن ابوه حياته كانت سيئه او امه لليوم ياخذون ادويه. ليش؟ لان ما كان عندهم الوعي بالامراض النفسيه. صح. ولكن الان بدا وعي الشباب ان انا بيعالج مبكر عشان ما تتعطل حياتي. صح. حلو هذا الوعي والثقافة، أن فعلا الإنسان يكون عنده ويثقف نفسه، ترى الكتب والمعلومات هذه موجودة متوفرة، الأشخاص المختصين مثل حضرتك يعني ممكن يعطونا هذه المعلومات الكافية، وأن الواحد فعلا هاشم يثقف من نفسه. أكيد. أنا عندي سؤال أستاذة أنوار، شنو أكثر الاضطرابات انتشارا في مجتمعنا خاصة من بعد جائحة كورونا وغيره؟ يعني الناس تأثرت وايد. بالكويت أنا ما عندي دراسة معينة أو إحصائية معينة، ولكن عالمياً على مستوى العالم، خلنا الاكتئاب هو بالدرجة الأولى، والقلق هما أكثر الاضطرابين اللي منتشرين. إنزين ليش منتشرين؟ لأن قلة وعي الإنسان وقلة اكتسابه للمهارات الحياتية تخلي عرضة إنه هو يصاب بالقلق والاكتئاب. طريقة تعامله مع المواقف يعتبرها صادمة ناهية لحياته، تفكيره كارثي تجاهها، رفضه للواقع، طموحه بالمثالية والكمالية، إحساسه بأنه مضطهد وضحية، إحساسه بعدم الرضا ودائما يطمح لأشياء مو موجودة عنده أو غير واقعية مثلا، عدم الامتنان والرضا باللي عنده، عدم الوعي بشخصيته وشخصية الحوالي، عدم ما عنده مهارات في التعامل مع الشخصيات المختلفة عنه، يتصادم مع الشخصيات المختلفة سواء أم أو أب أو زوج أو زوجة. إنزين هذه الأمور كلها هي تخلي الإنسان يحبط، والإحباط المتدرج يعني اللي خلينا نقول متراكم عبر سنوات يولد عند الإنسان تفكير سلبي حول ذاته، يا يلوم نفسه يا يلوم الآخر. طبعا تراكمات هذه كلها ممكن تأثر على هرمون الدماغ، فتلقى الكورتيزول يرتفع اللي هو هرمون التوتر، والأدرينالين يرتفع، وهرمون السيروتونين والدوبامين والأندروفين اللي احنا نحتاجه ينخفض. فعشان كذي تشوفون الناس ينتشر عندها القلق والاكتئاب لأن ما سلحت نفسها تجاه
مواقف الحياة. ما شاء الله كلامك جدا جميل ومبسط، وترى على فكرة حلوة المعلومة اللي توصل للكل، لكل شرائح المجتمع، ان الواحد يفهم شنو يعني الصحة النفسية ومدى أهميتها. يعني نقول صحة نفسية، لكن هل فعلا احنا نبالي؟ هل فعلا احنا نهتم؟ هل فعلا قاعد نثقف من نفسنا؟ وهل فعلا نخلي هذه الصدمات تصير تراكمات في حياتنا، بالتالي تأثر على أدائنا في حياتنا ومع عيالنا وأسرنا وغيرها وغيرها من الأمور اللي ذكرتيها أستاذة؟ لكن اليوم احنا دائما نقول الإنسان يتسلح في أدوات موجودة عنده علشان يقي نفسه من هذه الصدمات أو هذه الأمراض والإضطرابات النفسية. شنو ممكن يسوي الشخص؟ أول شيء ونصيحتي حق الجميع، وكل ما استضافوني بأي مكان أنا أقول هالنصيحة، اهتم بصحتك النفسية وأفكارك مثل ما تهتم في لبسك، مثل ما أنت تروح تبحث على أحلى الأكل تاكله وأكل أحلى المطاعم، صح ولا لا؟ صح. إحنا نروح نشتري أحلى البضائع مثلا بالأماكن، ندور على الأشياء اللي برا في سوقة برا ندورها، صح ولا لا؟ صحيح. ونوصي عليها وتتعب عليها يعني. بالضبط. ندور أحلى العطور وأحلى الميك اب، صح؟ صح. ليش ما ندور أحلى الأفكار؟ ليش ما ندور شلون أقدر أعالج القلق؟ ليش ما أستعين في معالج يعدل لي من سيستم حياتي بحيث أني أنا أقدر أني أطور من نفسي علشان أسرتي كلها راح تتأثر إيجابياً بتطوير شخصيتي أنا وتطوير أفكاري؟ ليش ما أدور على العلم اللي ينقذني من أني أنا أكون ضحية لهذه المواقف الحياتية وأنتقل لليفل أعلى بالتفكير؟ طبعاً الكبت ما راح ينفع، صح، والتظاهر ما راح ينفع. إنسان إذا ما كان من داخل قوي ومتصالح مع نفسه عمره ما راح يكون سعيد. لذلك بدال يعني مثل ما تهتم في جودة حياتك بالشكل، اهتم من الداخل أفكارك مشاعرك وسلوكك. بالضبط. جميل. صحيح. جدا. يعني الأمانة من بعد هذا الكلام الواحد ما يقدر يقول إلا أستاذة أنوار يعقوب الشلال، شكرا بحجم السماء. يعطيك العافية. أنا سعيدة اليوم إن كنت معاكم هاليوم هذا المميز لنا إحنا كمعالجين كمختصين، وصراحة أنا وايد سعدت أن أكون من ضمن البرنامج اليوم علشان أنشر هالرسالة، لأن هذا دورنا. الله حياك الله ويعطيك ألف عافية. والصحة النفسية جميلة، حلو أن الواحد أنه فعلا يفكر وينتقي أفكاره، ترى هذه وايد حلوة أن احنا ننتقي كثير من الأمور في حياتنا. لكن عجبني فعلا طرحك وأدائك أستاذة، الله يوفقك إن شاء الله منها للأعلى، وأن دائما نقول الصحة النفسية إيش كثر تأثر علينا وتأثر على الآخرين حتى على جودة حياتنا. أكيد mental health is important، الصحة النفسية مهمة وضرورية جدا جدا جدا. ودائما احنا نقولها، اذا حسيت باي عرض غريب، باي مشاعر غريبه، باي شيء انت مو قادر تفهمه، اتجه للناس المختصين وهم راح يساعدونك للحصول على جوده حياه افضل وافضل. بالتاكيد. راح ننتقل معاكم مشاهدينا الحين مع فقرتنا القادمه، رقية شيخ، نتابع وياكم.